طيب من جديد اهلا بحضراتكم، والفقرة اللي انا بحبها قوي عزيزه على قلبي قوي قوي قوي، بكرهها بكرهها. بصوا قعدت افكر ان احنا مش عايزين نقول عليها فقره المطبخ والطبخ لا احنا ممكن نسميها فقره اللقطه. يعني احنا ما بنقفش غير قدام الاكلات اللي فيها لقطه، فيها احياء لاكل بقالنا كتير ما عملناهوش، خضار بقالنا كتير مطنشين، وزي الارنبيط والبروكلي والقلقاس والحاجات دي والسبانخ. النهارده بقى عاملين لقطه بس ليها علاقه بانواع الدقيق. يعني احنا طول عمرنا واخدين على الدقيق الابيض، دقيق القمح، وكتير بقى كلام عن انه دي الابيض مضر وصعب وبيأذي الناس في الجهاز الهضمي وغيره، وظهر علينا الناس اللي عندهم مشكله مع الجلوتين او الجلوتين. مهم، فظهر علينا انواع مختلفه من الدقيق. معانا بقى دقيق الحمص. بقى لنا فتره بنشوف دقيق الشوفان، دقيق اللوز، لكن النهارده معانا دقيق حمص ودقيق الرز. حلو. هنحط دقيق الحمص. انا خايفه من الشراشيب، ما انا قلقانه برضو، انا حاولت المها على قد ما اقدر. هنحط دقيق الحمص. ماشي، كله جديد عليا دقيق الحمص دي. لا كفايه، اول مره اسمع عنه. ودقيق الرز. ماشي دقيق على بعض يعني. ماشي يا حبايبي، خلاص كده. طبعا في دقيق الذره ودي تيك. يعني بصوا بقى اللي جاي، بابريكا. كركم. جميل، مضاد للالتهابات. كركم. كمون حب. غريبه دي بقى بالنسبه لي قوي قوي على الخلطه. مع ان الكمون عارفه عامل زي اليانسون لما بناكله في القراقيش. اليانسون والشمر. هنا هنحط الكمون حب. هي دي نفس الاحساس. مرقه دجاج. ليه بقى المرقه؟ ليه بقى المرقه يا دودو؟ ليه بقى المرقه يا استاذ احمد، كابتن احمد؟ عشان يديها احساس الاكل عارفه لما تجيبي كبده من على العربيه في الشارع وتعملي كبده في البيت، دايما دايما الاكل بتاع الشارع كده له طعم مختلف. ليه احساس تاني؟ المرقه هتدينا الاحساس ده. استنوا بقى على ده بالذات. هنقلب ده بقى البيكنج صودا يخليها منفوشه شويه، يخلي الخلطه دي منفوشه شويه. خلاص قلبنا. بصوا بقى اللي جاي ده، احنا هنحط ميه، هنزود ميه بس هنزودها بالراحه لحد ما الخليط ده يبقى عامل شويه كده زي ما انتي وصفتيه، زي الكريب. زي عجينه الكريب. عجينه الكريب يعني كده صايص مننا، مش تخين ومش سائل. بالظبط. امسكها لك اديك يا حبيبتي. تمرينك امتى في اليوم يا حبيبتي؟ انا عايز اعمل بتاع ده اساعدك. لا يا حبيبي خليك. انا شايف ان انت بقيت يعني متعاون مهتم. لا اصل انتوا بتعملوا اكل يعني مغري، فاهم؟ يعني طب قول لي تمرينك بيبقى امتى في اليوم؟ يعني بتتمرن امتى في اي وقت؟ على حسب، لو في تصوير او في شغل. انت عارفه احنا مواعيدنا ما بتبقاش متحدده خالص. طبعا صح. فالمهم ان يبقى في تمرين، يعني اهم حاجه ان الواحد يتمرن. صح. مش مهم امتى. ايامك ممكن تبقى عندك ايام بتصور اوفر نايت او بتصور بالليل متاخر، فيومك مقلوب. فايا كان عودت نفسي ان انا لازم يبقى فيه تمرين في اليوم. برافو يعني عليك. لازم يبقى طب فيه جيم. لا انا في ايام كتير لما بيبقى عندي تصوير كتير ما بعرفش اتمرن طبعا خالص. طب لو يعني بس يعني الاسبوع ما يعديش الا، يعني هنا اليوم ما بيعديش الا بتمرين. هنا الاسبوع لازم يبقى فيه تمرين. يعني انا بقيت اتمرن في البيت ايام التصوير. حلو. عندي مسلسل مثلا او حاجه مع البرنامج، جبت شويه حاجات في البيت دمبلز ومش عارفه ايه وبتاع وكده، وبقيت اتمرن في البيت ولو ساعه. لسه كنت اقول لك كده ان انت ممكن تمرين البيت على فكره يا جماعه بيفرق كتير جدا. بنستهون بيه، نقول لك ايه يعني ايه هتمرن في البيت. لا بتفرق لما بتستمر وبتواظب على تمرينه البيت حتى لو ساعه الا ربع. طبعا بتفرق جامد جدا. والله يا دي والله لو 20 دقيقه او نص ساعه والله اليوم مفعول. المهم الاستمراريه. بالظبط، المهم الاستمراريه. اللون حلو قوي. عارفين يا جماعه من الحاجات اللي كانت دايما بتشجعني اروح الجيم جمله كده فرقت معايا كتير جدا في مروح الجيم. ايوه. بتقول لك ايه؟ لو انت تعبان، يعني هقولها بالانجليزي عشان هي اتقال بالانجليزي بقى انا هشرحها. Just show up. يعني بس روح الجيم، يعني show up في الجيم. اظهر جوه الجيم. حتى لو انت رايح مش قادر تتمرن وبلا هدف. صحيح. ومش قادر وملكش ما عندكش هتتشجع هناك وفي حاجات هتحمسك. قول لنفسك بس هروح ربع ساعه اتمشى على التريدميل. اضحك على عقلك، قول له هروح اقعد ربع ساعه هعمل تمرينتين وهمشي.
انت لما تضحك على عقلك وتروح and you just show up تشوف الموتيفيشن بتاعت الناس اللي حواليك هتتحمس. تلاقي نفسك بتتمرن وتمرينه مش وحشه ابدا على فكره. خلي بالك احنا بنعمل كده مع الاكل يعني بنعمل كده مع لو حد قرر يطلب اكل بالليل بص انا هقعد معاكوا بس ها وبعدين بتتشجع وبعدين تمد ايدك وبعدين تاخد واحده بس ده نيجاتيف ده نيجاتيف اعمل بقى كده في الحاجات الايجابيه. بصوا بقى هنحط شويه بيكنج صودا اوكي اهي ماشي كده ده بعد ما حطيتي الميه بعد ما خلصت عشان تفورها تخليها أوكي. مش مكتومه تخليها هشه اوكي خلاص كده اتفقنا حلو كده يلا بينا يلا هتحطي زيت ولا انت حاطه زيت حاطه زيت على النار وسخن أوكي. وجميل وكل حاجه ايه ده بقى احنا نقدر نعملها بفلفل الالوان الاحمر والاخضر والاصفر بنقطعه عريض كده زي ما انتم شايفين استنى لي كده شويه عشان الكاميرا وممكن تعملوها بالبطاطس وممكن بالكوسه وممكن بالكوسه شرايح كده بطاطس ايه او القرنبيط يقول لا لا ما يقولش لا طبعا ايه رايك مفيش حاجه تقول لا صح بتنجان يقول لا لا ما يقولش لا اي خضار بروكلي طبعا اهو حلو كده حلو يلا بينا اهو اي حاجه مفيده والعيال ياكلوا خضار بشكل مختلف ويحبوه بالظبط بتتمرني في البيت لسه شايفه فيديو لناس بيقولوا يعني تمرين البيت ده يعني مش فعال ما يفرقش معانا والحقيقه كتير متخصصين ردوا عليهم وقالوا لهم هي العضله ما بيفرقش معاها انت بتتمرن فين ما بيفرقش معاها انت في الجيم ولا في التراك ولا بترقص ولا بتنط الحبل ولا بتعمل أنا ايه انا عندي ناس صحابي مثلا ما بيحبوش الجيم ما يعني ما بحبش فكره الماسلز واعمل عضلات وبتاع وامشي على تريد ميل وبتاع فعلى طول بيبقى عندهم حاجات تانية يعملوها يعني مثلا في ناس منهم يحبوا يلعبوا بادل تنس يلعبوا تنس يلعبوا كوره فبيروحوا مثلا عجل. مرتين في الاسبوع طبعا. يركبوا عجل يعني هي الرياضه هي كلمه الرياضه الرياضه بقى انت ممكن تعملها حاجه كمان صح ممكن تعملها في اوضه صح ممكن تعملها في سبيس كبير بالمناسبه في كتير كتير من الفيديوهات اللي موجوده دلوقتي على كتير من المنصات لو كتبت بس ازاي اقدر امارس رياضه في متر في متر طبعاً. تطلع لك كتير فيديوهات في الموضوع اماكن بقى ضيقه بسيط. صح. ازاي صح. ممكن تمارس رياضه في اوضه ضيقه ازاي ممكن اعمل حاجه تدي نفس مفعول كاني مشيت 3 4 كيلو صح. هتلاقي فيديوهات كل الحاجات صح. دي دلوقتي موجوده اصل الرياضه ومتاحة. تطورت وعلم الرياضه وعلم الفتنس تطور جدا ما بقاش يعني زي زمان حاجه يعني. كمان للناس اللي بتقول لك ايه انا همشي بس برضو كتير كتير من الدكاتره دلوقتي يقول لك ايه المشي بس مش زي ما احنا متخيلين يعني انت لازم تتريض باي مكان شكل التريض ده ايه احنا بنقول لكبار السن يمشوا بس ليه بنطلب منهم يمشوا لان هم ما يقدروش يعملوا اكتر من كده صح فالمشي هو الحد الادنى اللي نلجأ له لما نتقدم في العمر بيبقى صعب علينا نأدي صح تفاصيل تانية او نأدي تمارين دي تانية فيا جماعة لو قادرين نعمل اكتر من المشي ارجوكوا اعملوا كده هي كل حاجة في الحياة تعود على فكرة صح لو تعودنا ان الرياضة تبقى مايند سيت انت بتعمل لنفسك سيستم بتمشي عليه وبيبقى زيه زي الاكل والشرب على فكرة لو في يوم عدى عليك ما عملتش السيستم اللي انت متعود عليه ده هتحس ان انت متضايق هتحس والرياضة ليها افكت كبير قوي على النيجاتيف انرجي اللي بتعدي في يومك هي بتعلي هرمونات السعادة اصلا طبعاً. في المخ يعني هي لعلمك هي بتديك ما يقابل الـ يعني مش عايزة اقول بس نشوة المخدرات يعني يعني بس هي بتعطيك ما يقابل هذه النشوة ده علميا مش سماع المزيكا يعني. اكل الشوكولاته صدقني المخدرات شوفي انا بنتكلم في ايه وتقول لك ايوه بس هي بيدوك نفس الاحساس عشان كده بنروح للبدائل يعني تروح مثلا دارك شوكليت شوكولاته الغامقه تروح للمزيكا تروح للرياضه تروح للحاجات يعني انت حتى في البدائل اللي مش صحيه زي الشوكولاته ممكن تختار برضو البدائل البديل الصحي انت ممكن تعمل شوكولاته في البيت هايل الزيت سخن بقى نقدر ايه نحط بقيه الكميه يلا بينا يلا اهو بصوا بقى يعني لو احنا عاملين اكله صحيه زي دي ولطيفه وما فيهاش دقيق ابيض وفيها خضار وفيها كركم حلو الكمون جميل كل الحاجات الحلوه دي ومش عايزين تقلوها انا لا افضل الاكل المقلي بصراحه يعني حتى يعني لو قررتوا تبوظوا النظام الصحي مش لازم تبوظوه قوي كده يعني مش لازم تبوظوه لدرجه طب ممكن نحطها في الفرن
انا اعتقد ان احنا ممكن نحطها في الفرن، ممكن نحطها في القلايه اللي هي من غير زيت فرايد. اه عندنا بدائل اهو يا جماعه، يلا بينا خلاص دي خلاص هتستوي ونطلع. ده ما بياخدش وقت خالص. ها خالص بس كده، يلا بينا. عايزين تطلع اول واحده عشان انا هقول لك حاجه، هو في ما حطيتيش ملح؟ اه شفت خالص، انا هحط بره. يلا مشكله، اهم حاجه ملحي معايا. تخيلي جربتي اي انواع ملح تانية غير الملح العادي بتاعنا؟ لا. يعني جربتي الملح اللي هو قليل صوديوم، الملح بتاع البينك هيمالايا؟ لا انت جربتي، جربت كل حاجه. بجرب الروك سولد اللي هو بيبقى احجار اكتر. أيوه. ناشف كده خشن بملح رائع. طب وهو ده اصح يعني؟ اصح بكتير بجد. يعني معرفش بالظبط ايه الاختلاف بس هو يعني اوه إيه؟ خلي بالك طلعي. طب بدأي طلعي يا شيري، يلا بينا. خدي يا حبيبي اتفضل. ودي اول واحده من مراكب الفلفل. اتريقوا عليا جوه يا دودو. بيقول لك ايه؟ بيقولوا عليا عامله زي بكيزه الدرامالي. ده انا كنت بحب المسلسل ده بشكل يا جماعه. كلنا في حد ما كانش بيحبه؟ يا لهوي على الضحك اللي كنا نضحكه بجد بجد. اه بكيزه وزهلول كان بس كده يا جماعه. وتخلص الاكله اللطيفه الظريفه دي اللي فيها نقدر ناكل فلفل الوان اللي العيال دايما واخده منه موقف ما بيحبوهوش. كل الخضار انت خبتيه خلاص. خلاص ورشة بروكلي قرنبيط كل حاجه. كل الخضار صحيح. بس كده. واللي مش عايز يقلي يقدر يحطها في الفرن، يقدر يحطها في القلايه الظريفه. اخد واحده. استني اطلع لك واحده عشان دي انا شاكه بس انها شاربه زيت. مش عايزاكي صحتك يا دودو. يا سلام. لو انا بقى كانت خليتني كلتها ده بطل كده. ليه يا احمد دي بتحبك؟ مش عارفه ليه بيقول عليا كده. بس يا جماعه وبالهنا والشفاء. ودي اللقطه اللي لفتت نظرنا في عالم المطبخ. لقطه مختلفه. لقطه مختلفه هو ده الموضوع. دوقي يا دوده وبالهنا والشفاء على قلبك وعلى قلبك. هتختمي ولا دوق؟ يلا لا دوقي كده واحنا بنختم على مهلك. ايه ده؟ بص بص بتحطي ملح؟ مش قادره اصدق كميه الملح. طب ما تحطش ملح في الاكل؟ لا ممكن سكينه من عندك؟ قليل جدا. صغيرة. انا بعمل كل المبيقات يا جماعه. دي اللي معاك احسن. بحط ملح وباكل مقلي. لا بس انت برضو بتخلي بالك وحذره. يعني انت بتدوقي هنا لكن مش ده اللايف ستايل. يعني مش ده اللايف ستايل. مش مقلي اصلا. لا سريع. ريحه إيه حلوه بجد. اوعي بس يكون سخن عليكي شويه. ايه لطيف. والله انت جميله. وبالهنا والشفاء على قلوبكم. سبايسي؟ لا طبعا. ممكن طبعا نخليه سبايسي لو حد عايز شطه ولا حاجه. وبالهنا والشفاء. تسلم ايدك حبيبي يا احمد. دودو بالهنا والشفاء حبيبتي. ونقابل حضراتكم دايما على خير. سلام عليكم.